قبل ما اطلع لي الاخبار بتاعتنا، عايز اوريك صوره او صورتين كده لمحمد صلاح مع صوره محمد صلاح لوحده، وهم واصفين صلاح، هم بيقولوا ان هو متضايق ومكشر جدا. بص صلاح مع يورجن كلوب، يورجن كلوب عمال يحاول يرفع من الروح المعنويه لصلاح، وهو طول الوقت بيقول محبط جدا. وهو حتى وصف، يعني بص حتى الصوره دي شفت قد ايه صلاح متاثر من حديث يورجن كلوب. اول ما تشوف الصوره دي تبص تعرف على طول ان كلوب بيقول له دي كره قدم، وفي الاخر هي دي الجانب البايخ في كره القدم. يعني في وجه ايضا بايخ في كره القدم بؤثر عليك جدا من الناحيه النفسيه، بس لازم تتجاوز كل ده. واضح الحديث كده، يعني تاثير محمد صلاح وتكشيرته دي ومربع ايديه ويورجن كلوب بيحرك ايديه وهو بيتكلم معاه، وده اللي قاله حتى يورجن كلوب انه محمد صلاح متاثر جدا. قال حتى ان سيناريو المباراه مؤثر، يعني اي لعيب هيتاثر جدا. ليه سيناريو المباراه مؤثر؟ لان يعني انت وصلت لغايه اخر حاجه، لغايه اخر سنتيمتر في البطوله، مش اخر متر، انت وصلت لغايه اخر سنتيمتر في البطوله، وللاسف خسرنا بركلات الترجيح. محمد صلاح نجم كبير، وليفربول عارف ان هو معاه نجم كبير، وليفربول عارف انه محمد صلاح مؤثر جدا 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 معاهم، وعنده مباراه الشامبيونز ليج، وعندهم مباراه الدوري الانجليزي، وعايز يختم بافضل شكل ممكن الموسم بتاعه. فمحمد صلاح ورقه رابحه مهمه جدا عنده، فهو بيحاول بقدر الامكان، بس بينقل لنا الشكل اللي عليه محمد صلاح، وده على طول يديك يعني انعكاس لشخصيه اللاعب المصري. لما حكيم اسمه ايه زياش، اللي هو اللاعب المغربي اللي بيلعب دلوقتي مع تشيلسي في كاس العالم للانديه، وفي الانترفيو معاه في قناه ابو ظبي اعتقد ولا فين، وفي كاس العالم للانديه بيكلموني على المنتخب والمنتخب المغربي، قال لهم دي صفحه وانا قفلتها ومش هشارك خلاص مع منتخب المغرب تاني بعد ما وحيد خليلوزيتش شاله من التشكيله وما شاركش في كاس الامم. فورد قال لك خلاص انا مش رايح المنتخب. عندنا ما تلاقيش لعيب يقول تصريح زي ده. مش معنى كده ان زياش مخطئ، بس ده بتبقى شخصيته كده. احنا اللعيب المصري لا، اللعيب المصري بيحط المنتخب نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه، حتى لو بيلعب زي صلاح في ليفربول. يعني لو ليفربول كان خسران الشامبيونز ليج وخسرها قبل كده من ريال مدريد في الفاينل واتصاب محمد صلاح، لكن تاثر صلاح في البطوله دي مستحيل يكون نفس تاثره بعد ما خسرنا اللقب، واحنا كنا قاب قوسين او ادنى في السنتيمتر الاخير. خلاص اللقب بقى في حضنك او بقى في حجرك زي ما بيقولوا يعني. فده شيء يعكس لك معدن اللاعب المصري. حتى محمد صلاح هات لي دموع تريزيجيه، الصور اللي احنا شفناها بعد المباراه ما خلصت، محمد صلاح وتريزيجيه والنني وبكاء الشناوي في حضن ابو جبل، وابو جبل وبيستلم افضل لاعب في البطوله وهو بيبكي وعايز يقول جايزه مش فارقه معاه ومش عايزها بعد ما خسرنا اللقب، وفتوح والونش وكل اللعيبه اللي كانت موجوده والسليه وكل اللعيبه اللي كانت موجوده كانت بتبكي بحرقه شديده جدا جدا. مش عشان بس هو عايز يصنع لنفسه تاريخ او يبقى اسمه خد كاس الامم او لبس الميداليه بتاعه البطل، لكن هو كان عايز يقدم لبلده شيء والجمهور شيء والشعب المصري شيء، يحس كده انه عمل حاجه فعلا، يبقى تعبه نتيجته اسعدت كل الشعب المصري. انما عايز اقول لمحمد صلاح ان احنا كلنا كمصريين وكل زملائه وكل لاعبي المنتخب احنا كلنا منتظرين التعويض في مباراتي السنغال ان شاء الله في التصفيات الاخيره لكاس العالم.